السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية التسجيل في مسابقة توفس الدولية، وإيه المطلوب من المنسق إن هو يعمله، وإزاي إن هو يسجل، وإزاي إن هو يتعامل مع الطلبة، ونماذج الامتحانات، وكل الحاجة إحنا محتاجينها في مسابقة توفس. يلا بينا. لو إحنا عاوزين نتكلم دلوقتي على المعلمين هيعملوا إيه؟ بص حضرتك كده زي ما أنت شايف معايا دلوقتي، ديت الموضوعات الموجودة عندك، الموضوعات اللي الطلبة هتتدرب عليها. الصف الثالث الابتدائي والرابع الابتدائي ده بنسميه المستوى الاول، عليهم الجمع والضرب والطرح. المستوى الثاني من سنه 5 ل 6، اولى اعدادي وثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي اللي هو الصف التاسع، اولى ثانوي والصف العاشر، واخر حاجه سنه ثانيه ثانوي ده المستوى السادس. ديت الموضوعات اللي على الطلبه ديت اللي هم بيمتحنوا فيها. طيب هم بيمتحنوا في المنهج الدراسي بتاعهم؟ لا، ماليش دعوه بمنهج دراسي، ده هو الطلبه بتشتغل على اساسيات الماده التعليميه. طيب الامتحان هيبقى بالعربي ولا زي ما انت عاوز؟ السؤال نفسه او الارقام بتكون مكتوبه باللغه الانجليزيه، لكن راس السؤال واللي هو انت عاوز السؤال اللي بعده والسؤال اللي قبله ده بتكون مكتوبه باللغه الايه؟ العربيه او اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه كمان لو انت عاوز. طيب دي الموضوعات اهي بالعربي، وادي الموضوعات اهي لمدارس اللغات بالانجلش اهي، ادي المستويات وادي الجريد اهي عندي، وادي الموضوعات بتاعتي عربي او انجليزي مفيش مشكله. يبقى دي الموضوعات اللي احنا هنمتحن فيها. دي الموضوعات اللي شركه توبس نازله ان انت لكل مستوى هيمتحن فيه الحاجات دي، ومش بنمتحن على منهج مدرسي، احنا بنمتحن في الاساسيات بتاعتها. طبعا هي بتزيد من كفاءه الطالب جدا جدا، مستوى الطلبه نفسها بتعلى مع الامتحانات دي، ودي بشكل مبسط برضو شركه توبس هي اللي منزله المستويات دي يا جماعه. طيب انا في المدرسه هعمل ايه؟ حضرتك كل الحكايه ان انت هتخاطب مدير المرحله التعليميه اللي انت فيها، انت في ابتدائي يبقى هتكلم مدير المرحله الابتدائيه، اعدادي هتكلم مدير المرحله الابتدائيه. طب بعد كده حضرتك اتاكد ان الطالب هيسجل معاك هيدخل الامتحان، مش تقول للطلب لا انتوا كلكم هتدخلوا عشان خاطر ان انت حتى تلاقي الطلبه متفاعله معاك. طبعا الطالب هيبقى مسؤول على ان هو يجيب معاه موبايل عليه باقه انترنت او لابتوب او تابلت زي ما يجيب، مفيش مشكله. المدرسه عندها معمل كمبيوتر وفي امكانيه ان هم يوصلوا انترنت وكلام من ده، كويس جدا مفيش مشكله. طيب مسؤول المنسق بتاع توفاس بقى في المدرسه، طبعا ممكن يكون معلم رياضيات، اي حد يكلفه مدير المدرسه مفيش مشكله. طيب هنا بيبدا ياخد ملف زي ده من مدير التعليم عنده سواء ابتدائي او اعدادي. هنا بيبدا يكتب المحافظه بتاعته، الاداره اللي هو فيها، اسم المدرسه، اسم المنسق اللي تم اختياره، رقم الواتساب بتاعه، انت الرقم بتاعك اللي انت بتشتغل عليه كمنسق، البريد الالكتروني بتاع المعلم، ويفضل يكون البريد الالكتروني الموحد. تمام؟ طيب بعد كده كمان هنا اسم الطالب جنب البيانات، جنب البيانات على طول، هنا هكتب اول طالب معايا. مثلا افترضنا ان هو يوسف، طيب السنه بتاعته حضرتك يفضل ان انت تكتب هنا مش واحد واثنين وثلاثة واربعة، لا هكتب مثلا سي الاول الثانوي، او الاول الاعدادي، الثاني الاعدادي، الثالث الاعدادي. تمام؟ طيب واحنا شايفين واحنا بنتكلم على المستويات كنا بنقول هنا مثلا ان سنة ثالثة ابتدائي ده عبارة عن المستوى الاول. طيب سنة مش عارف ايه المستوى، لا انا مش عارف، طب يا ترى هو كده مظبوط ولا لا؟ هنا رب ثالثة ورابعة، هم ثالثة ورابعة ابتدائي الليفل 1 او المستوى الاولاني. بص حضرتك انت يكتفي ان انت بس كتبت هنا الصف الدراسي، ما تكتبش هنا في المستوى حاجه. شركه توفاس نفسها هتبدا يراجعوا الملفات ديت الاكسل اللي انت بتبعتها، وهو هيكتب منه لروحه المستوى بناء على الصف اللي انت عامله. طيب انا عندي ولد السن بتاعه مثلا عنده 15 سنه وهو لسه في ثالثه اعدادي او في ثانيه اعدادي او في اولى اعدادي او مش عارف، انت مالكش دعوه بالسن، هو ملوش دعوه بالسن، هو له دعوه هنا انت كاتب الصف كام، هو هيكتب لك المستوى. يعني مش نكتب المستوى، يفضل حضرتك ما تكتبش المستوى. طيب بعد كده لغه الاختبار عندك الثلاثه، عربي انجليزي فرنسي. اتفقنا ان الارقام في الثلاث امتحانات بتكون باللغه الانجليزيه، وهعرض لحضرتك برضو اختصار للاسئله دلوقتي. طيب هيبقى بالانجليزي، امال راس السؤال بس والمكونات بتاعت السؤال اللي هو نيكس او التالي ولاحق واختيار السؤال او كده هتبقى بس باللغه اللي انت هتختار. طيب رابط تفاس مالكش دعوه، مفيش حاجه اسمها رابط تفاس دلوقتي مالكش دعوه بيه خالص. طب الرقم التعريفي الاي دي وكلمه المرور، هو انا هكتبهم للطالب منين؟ لا حضرتك انت بتبعت كمدرس في الاول خالص او المنسق في الاول، بتبعت الملف بعد ما تملى الملف بالشكل ده كده بتبعته من غير دول،
ولما الشركه بيوصل لها البيانات، اول ما بتوصل لها البيانات الشركه بتبعت بترد لك الملف دي تاني بالرابط اللي هياخده مسؤول الاحصاء عندي او المنسق، الرابط اللي هنا اللي المدرسه بتاعتك هتدخل من خلاله. يعني الشركه هتسجل لك هي عندها على الرابط، وهتبعت لك الرابط ده تقول لك حضرتك ده الرابط بتاع المدرسه بتاعتك انت. طيب وكل طالب هيوصلوا كده زي ما بيحصل في الثانوي في الامتحان، هيوصلوا يوزر نيم او رقم تعريفي اي دي وباسورد له. طبعا قال لك ان حتى الطالب لو مثلا لو ما قدرش، طبعا الطالب عشان يبقى يجي له شهاده من توفاس لازم يكون جايب 80% فما اكتر. طب لو مش جايب 80% عادي، ممكن هو مش يقدم مره ثانيه الامتحان، لا هيعرف بس امتحان المحافظه هيبقى يوم ايه وهيبدا يقدم عادي ويدخل بالكود بتاعه واليوزر نيم والباسورد بتاعه، مش هيطلب واحد جديد يعني. طبعا ده كان مثلا نسخة أبريل، امتحان أبريل بيظهر بالشكل ده. الشركة بتبدأ تظهر وتقول والله أنت عندكم العدد المستهدف في كل محافظة كذا، إحنا عندنا مثلا في الشرقية أدي 440,343، الإجمالي للناس دول اللي هيمتحن يوم 30 أبريل لواحد مايو كذا. طب أنا ما قدمتش، ما إيه المشكلة؟ ما هو بتفتح الامتحانات كل فترة عادي، ما فيش مشكلة، امتحانات عدد مستمرة في مصر. طيب حضرتك لما هتيجي تمضي هتملي إزاي بقى؟ بص كده هتيجي على المحافظة، انا عندي مثلا سي 10 طلبه، يبقى كل البيانات هتتكرر كده. البيانات بتاعتي انا كمنسق واسم المدرسه كلها مش هكتبها مره واحده، لا حضرتك هتكتب الكود ده. طبعا المنسق هيبقى منسق للكل، مش منسق لاثنين واثنين، لا اهوت. والبريد الالكتروني بتاعي برضو اخده كده بالظبط. اسم الطالب طبعا هتبدا تكتب بقى قدام كل طالب البيانات بتاعته. طبعا البيانات دي الطالب هيتاكد منها اول ما يجي يدخل الامتحان. احمد مثلا الثاني الثانوي، وهنا المستوى انا قلت مش هكتب، هخلي احمد يوسف مثلا هيمتحن عربي، احمد هيمتحن انجليزي، اللي بعديه هيمتحن مثلا فرنساوي وهيمتحن عربي، زي ما حضرتك هيكتب انت. هو دي البيانات بتاعت الطلبه اللي انت بتملهم، الاربع بيانات بس الخاصين بالطلبه. المستوى حضرتك يفضل ان انت تسيبه، الشركه هتملاه لك من هنا. تمام. طيب لا ده انا عاوز انا اسجل بنفسي. بص يا باشا حضرتك قادر الرابط اهوت عادي بتاع التسجيل بتاع توفس الشركه، او هنا الرابط ده طبعا انت مش هتقدر توصل لبينه وهيديك ايرور كتير. لو انا هنا طبعا التبديل، لو انا عاوز اسجل فرد، انا مش عاوز اسجل تبع المدرسه، انا عاوز اسجل لو ابني بعيد عن المدرسه وكده. طيب حضرتك في هنا بيتيح الشركه ان انت تعمل انشاء حساب من هنا للفرد وهو هيبدا يعمل، بس في فترات كتيره بتدي ايرور، يعني انا حتى جربتها كذا مره بقت تديني ايرور وانا بحمل الايه الملف، فعادي انت ممكن تجرب. طيب وهنا برضو ممكن ان انت في عندي اختيار تاني ان انا اسجل كمجموعه للمدارس او الادارات او كلام من ده، بس حضرتك احنا ما بنسجلش، عشان الناس اللي بتسال كتير احنا مش بنسجل. انا كل اللي انا بعمله ان انا هبعت الملف بتاع الاكسل اللي احنا اتفقنا عليه ده بعد ما اخلصه لمدير المرحله التعليميه في الاداره. مدير المرحله الاعداديه في الاداره مشكورا بياخد الملفات دي. طبعا حضرتك لما هتيجي تحفظ الملف هتكتبه باسم المدرسه بتاعتك، يعني وانا بعمل فايل سيف كده هقول مثلا مدرسه كذا كذا. تمام. طيب ولو انت عاوز تزود وتروح حاطط كاتب اسم المنسق كمان عادي، بس هو كده كده مش مشكله، ديت مفيده بس عشان ايه ان هم يبقوا عارفين الشخص والمدرسه مباشره. طيب بحط اسم المدرسه، مدير المرحله هياخد الملفات بتاعتنا هيبعتها لمدير المرحله في المديريه اللي هو يعتبر المنسق على مستوى ايه، مع المنسق على مستوى الايه المديريه. على مستوى المحافظه بيبدا ياخد الملفات ديت ويبعتها، هو اللي بيبعت، هو الوحيد اللي بيبعت، هو الوحيد اللي بيبعت لشركه توفاس الملفات، وبناء عليها بتبعت له الملفات تاني او بتبعتها مباشره، بتتعامل مباشره مع المنسق عن طريق ان هي بتبعت على الواتس بتاع المنسق لو في اي حاجه والبريد الالكتروني بتاع المنسق. طب ايه لا في حاجه تانية؟ حضرتك لما هتاخد الملف ده بتعمل بعد كده كشف حضور بالطلبه في يوم الامتحان، بعد بتوزع عليهم وتبدا تبعت البيانات بتاعت الطلبه الكشف الحضور للشركه من خلال ان هم بيبدا يتعامل معاك من عن طريق البريد او عن طريق الواتساب عشان يبعتوا لك الشهادات للطلبه ويبعتوا لك الملفات الاحصائيه بتاعت الطلبه. وده هنا اول ما بيجي ليوم الامتحان الطالب بينعرض له بالشكل ده كده، بيدخل هنا الاي دي اللي هو هيوصل للمعلم اللي هيوزعه عليه وكلمه المرور، وهيبدا هي ستارت واستكمال دول هيجوا بالعربي ولا انجليزي ولا فرنساوي حسب ما الطالب عاوز. هيبدا يظهر له هنا، هيظهر هنا اوتوماتيك المستوى اللي الطالب حسب ما هو دخل الصف،
وهنا انت المفروض الامتحان ماس او حساب يعني، او لو طبعا في امتحانات تانية للشركة ديت، بتمتحن علوم كمبيوتر وبتمتحن حاجات كتير جدا وساينس كمان. وهنا اسم المرشح، اول ما يتأكد ان دي بياناته صحيحة هيضغط على التالي، اول ما يضغط على التالي هيبدأ يقول له انت متأكد مستعد يلا نبدأ، هعمل ابدأ. طب اول قبل ما تعمل ابدأ اتأكد ان انت معاك ورقة وقلم، لان انت ممنوع ان انت تستخدم آلة حاسبة. طب عندي كام سؤال؟ تقريبا من 60 80 او 100 سؤال حسب المستوى بتاع الطلبه، اغلب الاسئله 100 سؤال طبعا حسب المستوى اللي احنا بنشوف الطالب. الوقت عندي 40 دقيقه صرف، ده مش فيش كلام. طبعا لما بتوصل لاخر الاسئله بتضغط على زر انتهاء او فينش. طب لو قفل عليك الوقت مفيش مشكله، هيصحح ويديك الاسئله بتاعتك عادي، مفيش اي مشكله. طيب الشاشه بتاعتي بتظهر بالشكل ده حضراتكم، هنا عندي ادي الوقت اهوت فوق، ادي الوقت طبعا بيبدا من 40 دقيقه ويبدا ينزل تراح. لازم تاخد بالك هنا عندي عدد الاسئله، انت واقف في السؤال الاول من 100 سؤال. هنا عندي حضرتك عندك هنا مثلا ده السؤال اللي انت واقف فيه رقم واحد، السؤال ده صعب خلاص هنضغط على متابعه. يعني ايه؟ يعني هسيب السؤال ده مش هجاوب عليه تاني، تمام؟ طيب لما اضغط على متابعه هيجي السؤال رقم اتنين، هنبدا نجاوب. تختار الاجابه طبعا زي ما انت شايف كده كلها اختيار متعدد، تبدا تختار الاجابه الصحيحه. طب افرض ان انا جاوبت صح وجاوبت السؤال ده، هنضغط برضو بعد ما اضغط على الامر على اللي هي السكر ده هو دي كده، هضغط بالشكل ده، هضغط برضو متابعه. يبقى في حاله ان انا عاوز اعدي السؤال مبدئيا، او في حاله ان انا عاوز اجاوب السؤال في الاثنين، هضغط واعمل ايه؟ متابعه، تمام؟ طيب لو فرضا ان انا سبت سؤال وعاوز ان انا ارجع له، او حتى لا انا جاوبت سؤال بس شاكك فيه، فهضغط على اختر السؤال من هنا، تمام كده؟ شوز كويشن من هنا، هبدأ أختار السؤال، هيظهر لي كل الأسئلة بتاعتي. ابدأ شوف رقم السؤال واضغط عليه، أو اضغط على انتهاء من تحت. طب السؤال ده هتلاقي قدامه لون برتقاني كده، ده معناه إن حضرتك لسه مش جاوبت على السؤال ده. زي كده، ده هو هيظهر بالشكل ده لما أجي أقول له اختار الأسئلة، هيجي يقول لي هنا أهو إعادة حل السؤال، اضغط على ده عشان تبدأ إن أنت تعيد حل السؤال تاني. هنا أهو ده الوحيد اللي أنا جاوبته، حتى هنا كاتب له أهو الأسئلة التي لم يتم حلها 99 سؤال مش انحل. أيوة كنت واقف في السؤال رقم واحد، 99 ما اتحلش من 100. طبعا هنا أنا ضغطت على الأسئلة كلها نيكس نيكس لحد ما وصلنا لل 100%، يبقى دي كله ما اتحلش أه اللي اللون ده. طبعا هنا أدى عند حضرتك شكل الأسئلة هي، تقدر تبص عليها الأسئلة، تمام؟ طيب وهنا عندي إن أنا أضغط من هنا عشان أحل السؤال، أعيد حل السؤال تاني مفيش مشكلة. وده عملية هي طبعا، ده المستوى الأولاني، عمليه هي تبدا ايه يقول لي اختار الايه؟ الاجابات. الاجابات طبعا لازم ان احنا نركز جامد فيها. حضرتك طبعا مالكش دعوه بقى لو بتشتغل على موبايل او كده، مالكش دعوه ان انت تعمل ريفريش، مفيش حاجه اسمها ريفريش، مفيش حاجه ان انا هعمل باك عشان ارجع من ورا، لا مفيش حاجه اسمها رجوع. انت عاوز ترجع تقدم تعمل اي حاجه تعدل، اعمل اختار السؤال وغير من ديت، اختار السؤال ديت، مالكش دعوه بالشريط اللي فوق. عاوز ان انت تعمل نيكست السؤال اللي بعده، هنضغط متابعه. عاوز ان انت تختار الاجابه الصحيحه، هتضغط برده متابعه. طب رجوع، مالكش دعوه بزر الرجوع ده خالص، تمام؟ هنا ده في شكل اهوت الامتحان بالشكل باللغه الانجليزيه. ادي هنا سيلكت كويشن لو انت عاوز تختار، هنا ادي الوقت بتاعي، هنا عدد الاسئله اهوت، طبعا هنا ادي العمليه الحسابيه، وهنا ادي الايه؟ الاجابات اهي، تبدا تختار الاجابه الصحيحه، نيكست باك اهو. لكن هي نفس السؤال بالانجليزي عادي زي زي، هي كل الحكايه بس كلمه سيلكت كويشن، هنا اسم السؤال الترويسه بتاعته باك ونكس بس. هو ده اللي بالايه؟ بيكون بس باللغه الانجليزي او العربي او الفرنساوي. هنا ده شكل الامتحان بالموبايل. كويشن هنا الوقت، هنا عدد الاسئله من الاجمالي، لازم ان انت دايما عينك على الوقت وعينك على الايه؟ عدد الاسئله. في سؤال صعب، عدي السؤال الصعب. اعمل نكست متابعه يعني بالعربي. هات السؤال اللي بعده. طب ما هو لا هات السؤال اللي بعده. مش تعمل اهم حاجه ان انت مالكش دعوه، ما تضغطش على زر باك، باك لا احذفه من القايمه عندك، وعلامه اللي هي الريفريش ديت لا، الاثنين دول مالكش دعوه بيهم نهائي. عاوز ترجع في السؤال هتضغط على سيلكت اكويشن، اختار سؤال. عاوز تجاوب صح هتختار من هنا الاجابه مثلا دي وهنعمل نيكست. مش عارف السؤال وعاوز ما تاخرش، اعمل نيكست. دايما ركز في الوقت والعدد الاسئله هو اهم حاجه عشان ان انت مش تتعطل مده طويله، تمام؟ طبعا ديت العمليات اللي حصل فيها نقاط ضعف اللي كانت الشركه جالت عليها،
ان ديت اللي دايما ان الناس بيغلطوا فيها اكتر، يعني الحاجات ديت هي اللي دايما فيها اخطاء اكتر. طب لو فرضا الانترنت قطع عليا او حصل مشكله دلوقتي، عادي حضرتك هتقفل، او لو انت عملت مثلا بالغلط بقى، احنا عمالين نقول اه ما تضغطش على باك، او ما تضغطش على زر رجوع، ما تضغطش على ريفريش، واحد بالغلط وراح ضغط، ايه اللي حصل؟ مفيش مشكله، هتدخل تاني على باللينك وهتدخل على الامتحان. طب هو نفس الامتحان، في الغالب ان هو هيجيب لي امتحان جديد خالص، تمام كده؟ طيب بعد ما المعلم دخل الطلبه والكلام ده كله وخلص في الامتحان، هيروح يمرر كشف حضور كده على الطلبه، يقول لهم بعد اذنكم يا طلبه، كل واحد يبدا يكتب واحد اثنين ثلاثه، ادي اسم الطالب، اسم المدرسه، اسم الطالب، الكود، المستوى بتاعه، الصف الدراسي، ويمضي هو اسم الطالب عادي، اسم الطالب، كل البيان ده كله هيتملي بواسطه الطلبه، تمام؟ طبعا بعد كده بيكون في اعتماد من تحت من المدرسه، الكشف ده بيتم تصويره وينبعت عن طريق الواتساب، بحيث ان هو يبداوا يتاكدوا ان الناس دي دخلت عندك، لازم حضرتك بتبعت الايه الكشف، وهم برضه بيتاكدوا من ان الناس دي هي اللي وقعت عندك. طب انا عندي مثلا مقدم ل 20 طالب، قالوا لي اعمل 20 طالب في السنه الاولى مثلا، وببص لقيت 10 بس الامتحان، عادي مفيش مشكله. طب وال10 التانيين، خلي بالك هو هيبعت لك، انت قدمت 20، هينبعت لك 20 اي دي وباسورد. طب 10 بس اللي امتحن، ايه المشكله؟ اول ما يجي يعملوا الدوره الثانيه بتاعت الامتحانات، ال10 ديت ممكن يدخلوا تلقائي، مش هتقدم لهم تاني، لا ما تقدمش تاني. ليه؟ لان دلوقتي التعديل الجديد قال لي ان انا طالما قدمت للطلبه قبل كده وعندي لهم اي دي وباسورد، حضرتك عينه معاك، ويقدر الطالب ان هو يدخل في اي وقت في الامتحان عادي، مفيش مشكله. يبقى مسموح له، انت هتاخد الرابط اللينك بتاع الامتحان الجديد المره الثانيه، وتدي له الباسورد نفسه والكود، وهيدخل مره ثانيه وثالثه ورابعه وعادي، مفيش اي مشكله. الطالب ما جابش اجابه اقل من 80% ملوش شهاده، بس هم بيعملوا احصائيات للطلبه بحيث ان هم يشوفوا المستوى بتاعهم. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تدخلش علينا بالاعجاب، واشترك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس لكل جديد. شكرا لحضراتكم، اي استفسار تحت امر حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.